مرحبا، اهلا وسهلا فيكم، سلام بالجميع في حلقه جديده من دار الدواء والدواء على كرار تي في صوت العرب من كندا. في هذه الحلقه حنتكلم عن بعض الاطعمه اللي احنا بناكلها بشكل مباشر وما هي افضل طريقه لاكل. طبعا هذا سؤال مهم جدا، دائما نسال لحالنا هل نطبخ طبخ الخضار؟ هل نسلقها؟ هل نعملها سوتيه؟ هل نقليها؟ هل نغليها غلي مع اللحم؟ هذه كلها أسئلة. هل تتبخر الفيتامينات كما يقال والمعادن أم ممكن نقول؟ هذه أسئلة مهمة جدا جدا، هنتناول بعض هذه الأسئلة اليوم في حلقتنا ونجاوب عليها بطريقة سلسة وسهلة وسريعة جدا إن شاء الله. كنا بنعرف أنه ألوان الخضروات والفواكه تؤثر كثير على الفوائد اللي موجودة فيها، ومن هذه الأمثلة يقال أنه بعض الألوان الخضراء معناها إنها مليئة بالمواد المضادة للأكسدة، الحمراء معناها إنها لها خصائص مثلاً للقلب، الأطعمة الصفراء هي مصدر جيد للبروتين. لكن كل هذه الأمور طبعاً نسبية قدراً ما، الألوان مهمة لأنها اللون يعتمد على المواد اللي موجودة في هذه النبتة، وبالتالي دائما احنا بنحكي في برنامجنا هذا وفي البرامج الاخرى انه لازم يكون طبقك ملون، يعني كل ما زادت الالوان في الطبق كل ما تنوع ما في طبقك من مواد. طبعا كل الاكل مواد كيميائيه، وبالتالي تنوع هذه المواد الكيميائيه البوتاسيوم المغنيسيوم الكالسيوم الفيتامينات البروتين الكاربس، كل هاي المواد لما بتدخل في جسمك بتصير فوائدها اكثر واقوى. في عدة دراسات على موضوع الأكل، من هحكي عن دراستين قبل ما أبدأ في موضوع الأكل. في دراسة كانت تتحدث عن الأكل الغير موسمي، أوكي؟ هذا الأكل مثال، جابوا بطيخ، أعطوه مثال، أنا ما بعرف شو المواد اللي جابوها الأكل مش متذكره، جابوا بطيخ طعموه لناس بفصل الشتاء، خاصة هلأ إحنا بتعرفوا عندنا الزراعة الغير موسمية موجودة دائما في البيوت البلاستيكية وما شابه، ونحن للأسف نأكلها صيفا وشتاء. جابوا البطيخ أعطوه لناس في فصل الشتاء، بعدين جابوا البطيخ وأعطوه لنفس الأشخاص في فصل الصيف، وعملوا دراسة على طريقة الامتصاص والمواد اللي استفادها الجسم من المادة هاي اللي أكلناها في هذا المثال البطيخ. وجدوا أنه للأسف امتصاص الجسم للبطيخ في فصل الصيف يختلف وأقل بكثير من امتصاصه في فصل الشتاء، امتصاصه أقل بكثير من فصل الصيف. ليش؟ لأن البطيخ موسم الصيف والجسم فيه مواد وفيه درجة الحرارة و كلها تسمح بامتصاصه في فصل الصيف أكثر منه في فصل الشتاء. إذن أكل الفواكه في غير موسمها قد لا يضر، ولكنه لن يفيدك فعليا كما هو أكل الفواكه في موسمها. حاولوا الموسم الموسم الموسم. هذه الدراسة الأولى. الدراسة الثانية، للأسف مع بعض التغيرات الجينية في الأطعمة اللي بنأكلها، وجدوا إنه كمية الفيتامينات والمعادن اللي موجودة في الأكل الحالي أقل بكثير مما كانت عليه في السابق. وهذا طبعا بدل ما أنت كنت تأكل مثلا برتقالة عشان تكفيك لفيتامين سي، الآن بدك برتقالتين أو ثلاث أو أكثر. بدل ما كنت بدك مثلا 100 جرام من السبانخ عشان تكفيك من الحديد، الآن بدك 1000 جرام من السبانخ، كيلو جرام كامل ليكفيك من الحديد. وهلما جروا، هذا طبعا موضوع سيء ولكن يجب أن نعرف ماذا يحدث. خلينا نتكلم اليوم عن بعض الأكلات أو الفواكه اللي إحنا بنأكلها. الموز، الموز من الفواكه اللي جدا رائعة، جدا رائعة، في فيتامين بي بشكل كبير، في فيتامين سي، ولكن أهم شيء اللي هو المغنيسيوم والبوتاسيوم، وهذا عشان هيك هو مشبع، بيستخدموه كتير في إنقاص الوزن، وطبعا زيادته ممكن تزيد الوزن، لكن المغنيسيوم مهم جدا للجسم وخاصة للعضلات، الأشخاص اللي بيربوا عضلات أو بصير عندهم ناس بالليل مشاكل في العضلات، بصير تقلص في العضلات بسحب الليل، معناها انت نقص مغنيسيوم، عليك بالموز. لكن اللي وجدوه انه الموز اللي موجود
احنا بيطلع احيانا لما نقشر الموز بيطلع طبقه رقيقه هيك زي بين الموزه ولا هذه هي اكثر مكان في الموز في اللي بسموه النسيج الوعائي او اللحائي، هذا هو اكثر مكان موجود في الياف وغني بالمعادن. عشان هيك في ناس بيحكوا كثير يجب تقشير القشره تبعت الموز الماده البيضاء هاي اكلها قبل الماده اللذيذه الحلوه اللي في الوسط هاي. يعني ناس كثير يمكن ما بيعرفوا هذه المعلومه. الطماطم او البندوره، البندوره هي مضادة للأكسدة وتكافح السرطانات وفيها مادة الليكوبين وهي مادة مشهورة في كمضاد أكسدة، لكن تتكسر أو تكسر الحرارة هذه المادة وبتخليها سلسة جدا. عشان هيك طبخ الطماطم أفضل من أكلها فريش، طبخها بشكل بسيط بحيث أنها يعني كيف إحنا بنعمل مثلا اللاية البندورة هذه يكفي درجة حرارة بسيطة طبخها ببطء، هذا بعطي البندورة زي أكثر استرخاء وبالتالي الجسم بيستفيد من مضادات الأكسدة أكثر وأكثر. في ثلاث خضروات، واحد منهم السلق والشمندر واللف، الثلاثة هدول مهمين ورائعين جدا، ولكن احنا ما بنعرف انه السيقان تبعتهم ممكن ناكلها. زي الشمندر بيطلع مثلا تحت الارض وبتطلع منه سيقان، السيقان هاي فيها مواد رائعه مثل الجلوتامين، وهاي ماده جدا او حمض مهم جدا بيعزز عمليه تعافي الجسم من الالتهابات. كلها طبعا مذاقها جيد ويمكن سلقها وعملها سلطه او قليها بزيت زيتون خفيف جدا وسريع، مفيدة جدا للجسم. البطاطا، البطاطا من طبعا يقال انها فاكهة ويقال عنها انها خضروات بغض النظر، لكنها مليئة بكثير من الكربوهيدرات وبعض الفيتامينات والمعادن والألياف. البطاطا عليها كان حرب كبيرة انها ممكن تؤدي الى زيادة الوزن، ولكن سلق البطاطا وإزالة النشويات منها وبالتالي الكثير من الكربوهيدرات قد يخفف من هذه التهمة على عمت بطاطا. عشان هيك البطاطا يعني كثير تؤكل وهي يعني ستيبل فود في كثير من دول العالم بلا استثناء، يعني معظم دول العالم تأكل البطاطا، فيها فيتامين سي، فيها فيتامين بي، فيها حديد وكالسيوم وبوتاسيوم، فهي مادة مهمة جدا تعطينا طاقة وبتساعد على تخفيف مستوى الإجهاد لدينا وتقوي العظام وتحسن عملية الهضم. التفاح والبرتقال، التفاح والبرتقال هما أكثر فاكهة مع الموز مشهورة في العالم. قشر التفاح وقشر البرتقال يحتوي على مادة الكريسيتين المضادة للأكسدة، وهي طبعا بتعزز صحة القلب والدماغ. لكن بدي أوضحك وشغلة على التفاح، وخاصة التفاح اللي يباع بالسوبر ماركتات الآن كتير شكله حلو بلمع، بحطوا عليه واكس، هذا الواكس لازم يتنظف بطريقة أو بأخرى. إذا ما استطعت إنك تقشر الواكس، ومن الأفضل إنك لن تستطيع أن تقشره بشكل كامل، أفضل إنك تقشر التفاحة وتكبها وليس باليد حيلة. لكن إذا أنت مقطف التفاح من عندك بالبيت، لا، اغسله كويس وكله في قشره، فهذا مهم جدا، لأن مادة الكريسيتين الموجودة مضادة للأكسدة وهي مادة مهمة جدا وفيها ألياف عالية. قشور البرتقال غنية بمركبات الفولافونان، وهذه طبعا تخفض نسبة الكوليسترول في الدم وتحمي القلب. القشور تبعت التفاح عشان هيك كثير بحطوها في بعض الأكلات، حاولوا تستخدموا قشور التفاح ما تكبوها. في سيدات كثير بحطوا قشور البرتقال والتفاح على وجههم على البشرة، بتساعد كثير في ترطيب البشرة. البيض وهو الذي اتهم كثيرا أنه يرفع الكوليسترول، طبعا وهذه التهمة باطلة، لأن الدهون اللي موجودة في البيض وهي دهون جيدة ومفيدة للجسم، وهضم البيض طبعا أسهل ما يكون عند طهيه، لأنه في ناس بحبوا
يكلوه أو يشربوه وهو نيء. وطبعا هناك دراسات تقول أنه يجب عدم القيام بذلك لأنه قد يكون في هناك سلمونيلا وبكتيريا. لازم انتباه، طبخها هو أفضل طريقة، ولكن هناك بعض الأشخاص بيقولوا أنه طبخها يسبب فقدان بعض العناصر الغذائية اللي موجودة فيها. على المثال مضادات الأكسدة اللي بتسبب أكسدة الكوليسترول الموجود فيه قد تحدث في عملية الطهي. طبعا البيض النصف مسلوق احنا بنحكيه، فائدته أكثر شيء وهي جسم، وطبعا البروتين هو أهم شيء موجود في البيض. الآن خلينا نتكلم عن البصل والثوم، أو الصديقان والعزيزان والحبيبان والأنتي مضاد حيوي. طبعا البصل مهم جدا 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 في مضادات الأكسدة ومضادات الالتهابات في الجسد، وكذلك الثوم. كثير من الأمراض يمكن علاجها بأكل البصل والثوم، وخاصة الفيروسات والبكتيريا الموسمية. لكن قد يتسبب سحق البصل أو تقطيعه في إطلاق أنزيم اللينيز اللي هو بيخلي الناس تدمع، وهذه المركبات كلها مهمة للجسم، ولذلك يفضل عدم تقطيع البصل كثيرا. في ناس بيحبوا كتير يفرموا البصل، المادة البيض السائلة هاي اللي بتطلع في الألينيز هاي، هذه مهمة جدا كمضاد الأكسدة. طبعا البصل والثوم بيحتوي على كمية كبيرة من الكبريت اللي مهم جدا في الجسد للجسد، وطبعا هو جيد مع الأطعمة الغنية بالحديد والزنك. نتكلم عن واللحوم، طبعا مهم جدا انه يؤكل معها بصل وثوم. الآن نتكلم عن الحبوب والفاصوليا بشكل عام. تحتوي هذه الحبوب على كميات هائلة من البروتينات اللي ومواد تجعل الهضم للأسف صعب جدا، لأنه هضمها صعب. عشان هيك يجب نقع هذه الحبوب بكميات من المياه لمدة طويلة عشان تقلل من نسبة هذه المركبات وتسهل علينا عملية هضمها وتعزز امتصاص المعادن التي تتوفر فيها مثل الحديد والكالسيوم والزنك اللي بيساعد على إطلاقها الماء الدافئ. إذا يعني أنت بتحب الفاصوليا وخاصة الحمراء أو أي فاصوليا والفول وكل هذه البقوليات، يجب نقعها وسلقها، بعدها ممكن أكلها لأنها ممكن تسبب عدم سلقها جيدا إلى إصابة بمشاكل في عسر في الهضم وإسهال وقيء وغيرها من المشاكل. الآن آخر شيء سنتكلم عن الخضروات الورقية الخضراء اللي هي زي الخس، الجركير وما شابه. كل هاي الخضروات يجب أن تؤكل نيئة قدر المستطاع، حتى السبانخ يعني إذا استطعنا أن نأكله نيئة. عشان هيك ناس كتير بتحطه في الشيكر وبتعمله زي سموثي. إذا أكلنا ني مو أحسن وأحسن. كل الكرومب، البروكلي، الأفوكادو، السبانخ، كل هذه الأوراق يجب أكلها نيئة، يعني زي ما هي غسلها وأكلها، لأن فيها عناصر غذائية قابلة للذوبان في الماء وبالتالي حساسة للحرارة، بتروح هذه المواد عند تعرضها للحرارة الشديدة، ومنها الفيتامينات مثل فيتامين سي وحمض الفوليك وفيتامين بي 1 وبي 5، كلها بتروح مع الطبخ، وعشان هيك تناولها مطبوخة تقريبا تفقد كثير من الخصائص اللي موجودة فيها. يعني خلينا نحكي مثال، السبانخ الني بيحتوي 3 أضعاف كمية فيتامين سي اللي موجودة في السبانخ المطبوخ، وبالتالي انت فقط تقريبا أكثر من 200% من الفيتامين سي اللي موجود عند طبخه. عشان هيك إذا كنت ما تستطيع أكل بعضها ني فيمكن طهيه على ستي بيسموه، على نار هادئة مع شوية مية، وبالتالي أنت بتضلك محافظ على الفيتامينات اللي موجودة فيه.
كان هذا ملخص سريع لبعض الأكلات اللي إحنا بنأكلها وكيف طريقة أكلها عشان تستفيد وتقدر تفيد جسمك. وتذكر دائما إنه صحتك في صحنك. سلام للجميع. We'll be right back.